براء لا تهتم، يا ابو براء لا تهتم، واحنا شرابين الدم، واحنا شرابين الدم. لا اله الا الله، الشهيد هو الشهيد سفيان جواد عبد الجواد الغول، 43 عام، ينتمي لأسرة عدد أفرادها حوالي 8 أفراد، هو أب لمجموعة من الأطفال، موظف يعمل في وكالة الغوث الدولية في قسم الصحة، ليس له أي نشاط سياسي أو عسكري، هو إنسان مدني بحت يعمل في قسم الصحة داخل وكالة الغوث، وتم اغتياله فجرا من على سطح منزله أو من شباك منزله حسب ما أفادت أسرته. طبعا قتلته قناصة لم يكونوا أصلا موجودين داخل المخيم، هم قتلوه خارج أسوار وخارج المخيم، وتم إعدامه وتيتيم يعني أطفاله يعني وثكل والدته وزوجته بدم بارد. يكفي أن تكون فلسطينيا ليتم استهدافك هنا في مخيم الفارعة، ودعنا شهيد من كوكبة من شهداء فلسطين. وبالأمس تم اغتيال 5 شبان، وما زالت الحملة مستمرة، حملة شعواء يقودها الجيش على محافظة كاملة يجري فيها استهداف أي مدني فلسطيني. الشهيد سفيان تم استهدافه في داخل منزله وهو بريء، وهو من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا أجداده عام 48 من مدينة يافا المحتلة، وما زال في هذا المخيم الصامد الذي اعتبره هو نقطة تحول ونقطة للعودة إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها، ولكن ما زال العدوان مستمر أبا عن جد في سبيل تطهير الأرض وحرمان الفلسطينيين وعقاب الفلسطينيين.